شكرا لكم زملائي في الاستديو، واسعد الله اوقاتكم متابعينا مشاهدينا الاكارم، حياكم الله ونصبح عليكم بالخير من هذا المعلم الجميل ومميز دائما من سوق الجبيل. واليوم ان شاء الله جولتنا راح تكون من قسم اللحوم والدواجن، قسم الطازج. نتعرف في بداية الفقرة إن شاء الله متابعين الأعزاء على أخونا أبو حسين، طبعا من أصحاب المحلات اللي موجودة عندنا اللي هي مختصة في بيع الدواجن، وهذه الدواجن طبعا معروفة من شركة معروفة أيضا متابعين الأعزاء اللي هو فروج الديد، شركة وطنية قديمة ما شاء الله صار له عمر في الدولة ومعروفة على مستوى الدولة أيضا. أبو حسين سلام عليك. عليكم السلام. كيف حالك؟ أنت أبو حسين أبو حسين ما شاء الله عندك أبو دنينة. حسن وحسين ما شاء الله عليك، يعطيك العافية. جزاك الله خير. هلا بيك. بارك الله فيك. نبغى نعرف اليوم بداية الأوزان اللي موجودة عندك. الأوزان عندنا من أول 600 لحد 1300، كل الأوزان متوفرة. من 600 لغاية ال 1000 يوميا كل أوزاننا متوفرة. نعم، الآن أبو حسين خبرني يعني أكثر الأوزان اللي عليها الطلب من الزباين. 800 900 يعني تحت ال 1000 يعني. نعم، هذه من الزباين. بالنسبة للمواطن يعني. نعم، والمطاعم والجاليات. المطاعم أحجام كبيرة. اللي هي الوزن كم؟ الجاليات أحجام كبيرة. الكبيرة. آه. نعم، ما شاء الله طبعًا. والكيلو كم اليوم سعره؟ 14 درهم. 14 درهم. انزين، اليوم بنقول عندنا 800 يا ابو حسين او 750 وال 800 موجود سعر الكيلو ب 14. الصندوق كم بيكون سعره؟ الصندوق ال 600 بيبدا ب 84 درهم. 84 درهم. هذه 650. نعم، نراوي 600 بس للكاميرا. هذا حجم الدياي مشاهدين الاعزاء اللي هي تيكم 600 جرام مثل ما نشوف وياكم هنا، وسعره كم بيكون اليوم؟ 84 درهم. 84 درهم بالنسبه للكرتون، والكرتون فيه مثل ما تعرفون 10 حبات او 10 ديايات مشاهدين الاعزاء، عندكم 600 جرام اليوم. ان بغيتوها كامله شرى ما هي في الكيس، ان بغيتوها مقطعه منظفه من غير العظم من غير الجلد ايضا ابو حسين ما بيقصر وياكم مشاهدين الاعزاء، على حسب طلب الزبون دائما. والاوزان الكبيره هذه هاي 650 موجود 650 و50 ما شاء الله كل الاوزان متوفره ما شاء الله من 600 وطالع طبعا مشاهدين الاعزاء 900 950. انزين شو اسعار الصندوق كم بيكون سعر الصندوق؟ الصندوق 950 133 كم؟ 950 133 133 وال 900 126 126 وال 750 105 درهم 105 دراهم بالنسبه للصندوق على حساب الكيلو 14 يعني. نعم. حسبه زي ما الكيلو ب 14 ولا والاسعار تبدا على حسب الاوزان مشاهدين الاعزاء، وايضا اذا بغيت انت بالصندوق بعد بيكون سعره مختلف. نزل جزاك الله خير ابو حسين. ننتقل ايضا وياكم متابعين الاعزاء الاحجام الكبيره هنا ما شاء الله. شوفوا هذه 1300 جرام هاي 1300 هذه عندنا حجم ال 1300 والكيلو ايضا 14 ابو حسين 14 ما شاء الله تطلع 182 درهم. من فتره كان الكيلو ب 16 ابو حسين 15 نازل السعر الان نزل الى تقريبا ما شاء الله 14 درهم. عيال اليوم يعني ابو حسين 1300 كم بيكون عندنا سعر الصندوق ان شاء الله؟ صندوق 182 درهم 182 درهم اليوم بالنسبه لل 1300 مشاهدين الاعزاء. وان بغيت اقل او سعر اقل طبعا عندك الاوزان الثانيه ال 1000 ال 1100 ابو حسن ال 1000 وال 1100 ال 1000 كم بيطلع سعرها اليوم؟ ال 1000 ب 140 140 الحبه ب 14 درهم و 1150 بيكون شويه اعلى بسيط يعني 20 كيلو 15 تقريبا 172 172 تقريبا. هذه الاسعار اللي بتكون اليوم مشاهدين الاعزاء بالنسبه لصناديق او حتى الاحجام المختلفه بالنسبه للفروج او الدياي اللي موجود عندنا. طبعا مثل ما خبرناكم فروج الذيد من الشركات الوطنيه المعروفه والرائده في اماره الشارقه وايضا معروفه على مستوى دوله الامارات، واكثر المحلات اللي موجوده عندنا هنا متخصصه في بيع الدواجن والحمد لله كلها شركات وطنيه من العين من الذيد من ايضا الشارقه من دبي ومن ابو ظبي ما شاء الله كلها شركات وطنيه. الان ابو حسين يستعرض طبعا المقطعات الموجوده عندنا من الصدور والافخاذ وعندنا اشياء جميله والكبد والقوانص والقلوب كل شيء متوفر. الصدور على كم اليوم ابو حسين؟ الصدور ب 20 درهم الكيلو ب 40 كيلو ب 40 طبق 20 درهم 20 درهم اليوم. كم قطعه تقريبا؟ خمس قطع خمس قطع في كل طبق مشاهدينا الاعزاء. طبعا هذا للطبخ الفوري او حتى يتم في الثلاجه ثلاث ايام، اذا بغيتوا عاد تخلونه فتره طويله يتجمد. نعم، هذا يتم عندكم سنه كامله ما يخترب لان عليه تاريخ الانتاج وكل حاجه. فاللي يبغي يستخدم القطع هذه موجوده عند اخونا ابو حسين على 20 اليوم. وعندنا دجاج سبيشل هذه المميزه هاي سبيشل درجه اولى. نعم ب 17 الكيلو هذه ب 17 لان هذه شويه تيكم مختلفه، تغذيتها مختلفة، انتاجها مختلف، مزارع خاصة. نعم، مزارع يعني خاصة مشاهدين الاعزاء، ايضا طعمها مختلف، سبحان الله يعني شيء طيب. وكيلو فيها على
17 درهم، وهذه اسرع جايه تخلص في محل دائما 4/4 ومنها كامله. عندنا بعد هذا جديد ابو حسين، اول كان عندك بس كامله، الان فيها المقطعه ما شاء الله. طبعا على حسب طلب الزباين، في حد يقول لك انا ما احب اخذ الصدر، ما احب اخذ كذا، او ابغيها جاهزه مقطعه، هذه موجوده عندكم في الطبق. وكم سعرها بعد ابو حسين؟ برضه 17، ايضا 17 درهم، 17 هذه 1000 جرام، 17 درهم مشاهدينا الاعزاء تبارك الرحمن. ابو حسين شكرا، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طبعا احنا كنا اليوم مع اخونا ابو حسين، طبعا مثل ما خبرناكم، والشركه هذه معروفه من الشركات الرائده متابعينا الاعزاء. بننتقل وياكم الان، شكرا يا ابو حسين، ننتقل معاكم الان الى محل اخر مشاهدينا الاعزاء، طبعا متخصص في بيع اللحوم، لكن عندهم التتبيلات وعندهم اشياء جميله ما شاء الله، المحلات المعروفه عندنا في سوق الجبيل، اللحوم مثل ما تعرفون اللي هو عندنا العيل، عندنا الغنم، عندنا اشياء كثيره تبارك الرحمن، بالاضافه ايضا الى التجهيزات. بنحط الكاميرا نراويكم اللحوم اللي موجوده عندنا هنا ما شاء الله. هذا طبعا لحم العجل مشاهدينا الاعزاء مثل ما نشوف وياكم، هذه القطع اللي موجوده عندنا متابعينا الاكارم، والاسعار معروفه دائما عندنا احنا بين ال 30 32 بالعظم صافي اللحم. الامور هذه اللي دائما نستعرضها معاكم في هذه المحلات. اسلام، السلام عليك. وعليكم السلام. كيف حالك يا اسلام؟ الله طيب، يعطيك العافيه. نحن بناخذ بس جوله سريعه على الثلاجه هذه، نبغى نعرف اليوم اسعار اللحم اللي موجوده عندك بالنسبه للعجل، وهذا تقريبا العجل كله تقريبا. ده لحم العجل، ثلاجه لحم العجل. نعم. انا عندي هنا عجل محلي. جميل. اقول العين، اقول استرالي، واقول برازيلي. ما شاء الله، هذا ذبح كله محلي يعني هنا؟ ده كله لحم محلي، ذبح الامارات. نعم، تبارك الرحمن. عندي اللحم الاحمر خالص، قطع حمراء بدون اي دهن 40 ما شاء الله. وعندي اللحمه اللي هي بدهن، يعني حاجه بسيطه زي كده مثلا، القطعه هذه اللي فوق يعني. نعم. ده الكيلو منها 35 38، يعني سعرنا اليوم من 40 الى 35، من 40 ل 35 بالنسبه للعجل المحلي. هذا ده العجل المحلي ما شاء الله. بالنسبه للخرفان المحلي، عندي خرفان نعيمي سن صغير، يا دوب سن 9 شهور 8 شهور بنذبح، وعندي الخرفان الاسترالي برضو، الاثنين بسعر واحد، الخروف النعيمي 43 والخروف الاسترالي 43. ما شاء الله. لا استرالي. نعم. طياره يعني مستورد، يومين. نعم. او ثلاثه بالضبط. جميل، جزاك الله خير. طبعا بدايه المحل مشاهد الاعزاء عندنا اللحوم، لكن الان عندنا اشياء جميله بعد يتميز فيها اخونا اسلام، مثل ما نقول ما شاء الله ملك التتبيلات ولا ملك التحضيرات ما شاء الله عليك. اسلام تبارك الرحمن، حواوشي، شيش طاووق، الكباب، البرجر، شرايح اللحم، طبعا هذه مشاهدين الاعزاء المحلي ده. هذا المحلي محلي. ما شاء الله، خبرنا وعرف مشاهدين الاعزاء عليه موجود بالاضافه الى الاسعار. انا عندي الحواوشي الخلطه المصريه، الكيلو بيعمل 6 رغيف، يعني اقل سعر في السوق، الثلاثة كيلو 100 درهم، يعني الكيلو ب 32 درهم ما شاء الله. بياخدوا داخل الخبز او خارج الخبز زي. نعم. ما هو على عايز ما على حسب ما الزبون يريد. التجهيز عندك بالخبز او غير الخبز؟ زي ما هو بيحب. نعم. تمام. عندي التشيكن، التكه الدجاج، هذا تكه الدجاج الشيش طاووق. نعم. ده. نعم. دي تكه دجاج بنعملها بتتبيله بسيطه جدا، بس اهم حاجه ان هو دجاج فريش مغسول كويس، هذا الدجاج الطازج، ليمون وخل. نعم. قبل ما يتعمل. جميل. ما فيش زفاره، اللي هياكل مره لازم يجي على طول. ما شاء الله. بس التتبيله هذه العربيه الحاره البارده؟ لا لا، الحار بيبقى بالطلب. بالطلب. يعني لا حد عايز سبايسي بعمل له سبايسي وقتي. نعم. لكن دي التتبيله العاديه، العاديه يا دوب الروب وشويه التوابل البسيطه. هاي تتبيلتكم انتم، تتبيله ما ينفعش اقول لك عليها، بس سر لنا تبارك الرحمن. خلينا نسحب الطبق هذا، جزاك الله خير يا اسلام. بسم الله تبارك الرحمن. هذا كم تقريبا الوزن في الصحن هذا؟ العشر اسياخ بيعملوا كيلو جرام، كيلو 40 درهم. 40 درهم ده ميكس ما بين لحم عجل وما بين لحم خروف. جميل. والبهارات؟ البهارات حاجه بسيطه جدا، ملح وفلفل اسمر وبصل وحاجه ثانيه. اسلام الحين هو يعني ما شاء الله ني وريحته طالعه، لما تشوي كيف عيل؟ لا انت هتشوي يا دوب انت اللي هتقول مش انا. ما شاء الله عليك، يعني الحمد لله رب العالمين. الزباين بتيجي تاخد مره خلاص. والسعر كم قلنا اليوم؟ السعر 40 وفي عرض عليه الثلاثة ب 100 درهم. ثلاثة اطباق 3 كيلو ب 100 درهم. تبارك الرحمن، 3 كيلو ب 100 درهم مشاهدين الاعزاء. عرض عشان حضرتك وعشان الله يطول بعمرك، يستاهلون طال عمرك، يستاهلون متابعين قناة الشارقة وايضا هيئة الشارقة للإذاعة والإعلام وما شاء الله، وبرنامج صباح الشارقة. نزل يا سلام، بارك الله فيك، نكمل. نشوف كفتة الرز المصرية بقى، هذه مشهورين فيها انتم سلام. سكر سلام، عندك الزجاج؟ خلاص سكر الزجاج عندك، جزاك الله خير. هني عندنا دي ادمان يا طيب، ما شاء الله، دي مش كلام، دي ادمان. نعم. يعني دي الكفته المصريه
يا دوب رز ولحمه حمراء خالص بدون نعم. اي خضار وخضار والتوابل المصري وتسوى اصابع هذه صوابع وفي الزيت واللي هياكلها حيدمنها مش كلام ونسيت انت الصوص الاحمر لازم الصوص الاحمر ولا والله عادي هو عايز يحط صوص احمر تمام مش عايز براحته عادي يعني ولو اتاكلت من الزيت على طول بيبقى ليها طعم جميل جدا سبحان الله وكم سعرنا فيها اليوم ده السعر برضو 3 كيلو 100 درهم سعر الكيلو 35 والكبده الاسكندراني عندك الكبده عندي كبده محل اسكندراني غنم وكبده محل اسكندراني خروف ما شاء الكيلو 40 بالنسبه للاثنين تتبل ولا من غير تتبيل عايز تتبل بنتبل بالرده وبتبل بالبانيه وبتبل تتبيله الاسكندراني بالثوم والكمون والملح وحاجه بسيطه ثانيه جميل هذه من الاشياء الجميله عند اخونا اسلام هني عندي البستكات وعندي الشاورما مثلا اي حاجه عايزها متبله اي شيء تبونه موجود عند اخونا اسلام مشاهدينا الاعزاء بغيتوا شيء متبل من غير تتبيلات مقطع باشياء اللي تبغونه ما شاء الله عندنا ايضا نتكلم قبل لا نختم عن السجق وجزاك الله خير السجق ده التتبيله المصريه بتاعتنا بدون اي اضافات هو يا دوب لحمه والتوابل المصريه والثوم فقط لا غير ما شاء الله ولحم من نفس اللحم المحلي اللي بنشتغل منه وسعرها كم بيكون ان شاء الله السعر برضه 3 كيلو 100 درهم والكيلو 35 العرض ده علشان حضرتك جزاك الله خير شكرا يا اسلام بارك الله والله. فيك شرفتني التوفيق ان شاء الله وانتم مثل ما خبرناكم مشاهدين الاعزاء من المحلات المميزه وفي التتبيلات والتجهيزات وايضا انواع اللحوم المحليه تحصلونها موجوده عند اخونا اسلام اسلام شكرا جزيلا انا اللي بشكرك على خير انا اللي بشكر حضرتك والله انا اللي بشكرك شرفتونا ربنا يعزك ربنا يعزك سلام متابعينا مشاهدين الاعزاء اذا كنا معاكم اليوم في جوله جميله ومميزه من قسم اللحوم والدواجن واستعرضنا معاكم هذه المحلات الجميله محلات الدواجن وايضا محلات اللحوم بالتتبيلات الرائعه والجميله اللي شفناها معاكم اليوم وايضا الروائح الجميله ما شاء الله اللي تظهر من هذه الثلاجه يعطيكم العافيه نشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات وفقرات قادمه مع السلامه